تعريف صلاة الغفيلة ووقتها. ما هي صلاة الغفيلة؟ صلاة الغفيلة هي من الصلوات المستحبة وهي ركعتان. معنى الغفيلة: سبب تسميتها بالغفيلة فيعود إلى أن وقت هذه الصلاة هو ما بين المغرب والعشاء، وهذا الوقت يسمى بساعة الغفلة. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين، فإنهما تورثان دار الكرامة. وفي خبر آخر: دار السلام، وهي الجنة. وقت صلاة الغفيلة: وقت صلاة الغفيلة بين العشاءين، أي بين صلاة المغرب والعشاء، أي تصلي المغرب ثم تقرأ القرآن أو تسبح أو تدعو أو ترتاح قليلا إن أحببت، ثم تصلي صلاة الغفيلة، وبعدها تصلي صلاة العشاء. تعريف صلاة الغفيلة ووقتها: ما هي صلاة الغفيلة؟ صلاة الغفيلة هي من الصلوات المستحبة وهي ركعتان. معنى الغفيلة: سبب تسميتها بالغفيلة فيعود إلى أن وقت هذه الصلاة هو ما بين المغرب والعشاء، وهذا الوقت يسمى بساعة الغفلة. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين، فإنهما تورثان دار الكرامة. وفي خبر آخر: دار السلام، وهي الجنة. وقت صلاة الغفيلة: وقت صلاة الغفيلة بين العشاءين، أي بين صلاة المغرب والعشاء، أي تصلي المغرب ثم تقرأ القرآن أو تسبح أو تدعو أو ترتاح قليلا إن أحببت، ثم تصلي صلاة الغفيلة، وبعدها تصلي صلاة العشاء. كيفية صلاة الغفيلة: ملاحظة: أنت مخير بين أن تصلي الغفيلة من جلوس أو من قيام، وكذلك جميع الصلوات المستحبة تستطيع أن تصليها من جلوس إن أحببت، ما لم يرد فيها وجوب الصلاة من وقوف. فمثلاً تستطيع أن تصلي صلاة الليل من جلوس، وكذلك النوافل اليومية ما عدا صلاة نافلة العشاء فإنها تصلى من جلوس بالأساس. ولغرض التعليم سنقوم بأداء صلاة الغفيلة من جلوس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم إني أسألك بمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بما أنت أهله. اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاحظة: اطلب حاجتك في دعاء القنوت تقضى بإذن الله. دعاء القنوت هو: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا، وتطلب حاجتك بدل قول تفعل بي كذا وكذا، مثلا تقول وأن تفعل بي ما أنت أهله كما ذكرنا في الصلاة قبل قليل، أو وأن تشافيني، أو وأن تغفر لي، ثم تكمل الدعاء كما تعلمنا قبل قليل فتقول اللهم أنت ولي نعمتي إلى آخر الدعاء. فقد روي أن من صلى الغفيلة وطلب حاجته أعطاه الله ما سأل. ملاحظة: هناك من الفقهاء من يقول إن ثواب الصلاة من قيام أعظم من ثواب الصلاة من جلوس، لذلك إن أردت أن تحصل على نفس أجر الصلاة من قيام فإنه عليك أن تصلي ضعف الركعات، بمعنى أنك تعيد الصلاة التي صليتها مرة أخرى من جلوس، وفي حالتنا تصلي صلاة الغفيلة مرتين، تكبر وتصلي الغفيلة، وبعد السلام تكبر ثانية وتصليها مرة ثانية.